Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maktabadda Islaamiga ah ee maanta waxay idin soo gudbinaysaa darsigii 24-aad ee kitaabka Kitaab at-Tawhid li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم وباب يهي وحي كيمت حدقيسك أما حدقسك تنجيمك وحى القوضة علمك حدقها برشريس القوضة علمك حدقها مركة لوقي بودوي هناك صومر نصور شاكني باب كان يباب كقدم بيبا علم جاحد جاها يوك جاها اللي يبعان وكعلم يحدوه هو لو قيبوت قيب وحوي وقيبت اللي له هذا علم تأثير بل لها وحين معنى التهي اسبدل لدى ملك كبعية ولوح اليوريو xidigaha isu imaanshaheeda iyo kala tagood macnaha dhacdooyinka dhulka ka dhacaya in la yiraahdo xidigaha ku lug leh ama xidigaha soo waama xidigaha ay ka soo fuleen xidigaha sameynaya macnaha saas oo kale in la yiraahdo yani xilliyaha dabeyluhu dhici doonaan xidigaha roobku imaan doono xidigaha xilliyada matalan sicirku isbedeli doono xilliyadaas macnaha in la yiraahdo xidigaha waxaas maamulayo ka dambeeya isu imaadkooda iyo kala tagood علم النعت علم التأثير بالإله صدح قيب وضبو سيدي ليه قيب وحوي وإن الروح الرمي أما الرمي إن يحدقوه اللفت وضب الصمين يا وحي العدوك كدعي كاسي وقال لي ما عدوه سلامك على قبحة حساس شمرا ملي طلبان نوائن لود لي شدو حدقها اسمات قوضية خلقك قوض قرشد علم الغيب كين لود لي شدو يعني الروح إنه يريد هذا مستقبل كما هكذا الشيء بيه سلامرك هذا شيدك أقوم مرأي يشيك وأديك سنة يقول هذا حدقها انك قرنية معنا حدقها انك قرنية كهذا سنة إسونا وإسونا قال لموهي حالي لي ادعاء علم الغيب واحد وحيا علمي إنك قرصونا إلهي وسنقوبة لقلنا دوما دي سنوح توقي وقال الله الشيك توي تاسونا تاسونا وقال لمو قيب تصد حالي وحوي إن أقرب يحدقوه إنه سبب أيهين خيرك إيا الشرك دوك كدعي سبب مجرد إله السبب وقابي جاي كان أيضو ما شرك ير وشرك ير حي ليه وراه صمرني قواعد في علم التوحيد وحاكم ذا شيء عن شرعه والسبب كدقين هذا سبب اعتقادس شرك أثروي فاسمي معنا قيبت أسمك وقيبت علم تأثيرك لله وقيبنا وحل علم تسيير بالله علم التسيير وعلم الحدقه يسوقنا كمي لهاي لما قلت بوقي السمايو إن حدقها صعد قوضي إسلمات قوضي كالتقوض اللود اللي شروب مصالح الدين جاه مصالح الدين جاه سيدة مثلا وحاكت أحكام دين تاه وحدقها كحرم مثلا سيدة مثلا قبلة وكلا مركي اللوايب ومع كل روح معنا هو قروايب حدقه دليشن marka masaarix diini ah in loo dalisho xidigihi si loo gaaro oo sharcigu ku xiray qayb waa qaybtan in waajib noqoto laga yaabo qaybtan barashada qaybina waxa weeye in loo dalisho xidigaha socodkooda iyo kala tagoodi isimaadkooda masaarix adduunyo sida midna in badaha lagu maro oo kale in jirooyinka lagu karto oo kale in sanadki yaani waxaan jeeda maartayeen guga iyo dayrta iyo diraacda in lagu kala garto oo kale xilliyada ahaan macnaha lagu kala garto taasina waa iska jaayis dhib mala waa iska banaantay macna marka saas ay culimadu kala qaadaano qaybahaas loo qaybiyaa baabu maabu bashmaa shaybu baabu yahjaai fi tanjiimi xidigsiga wixii ku soo arooray cilmiga xidigaho la barto qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yihi fi saxiixihi saxiixiisa wuxuu ku yihi qaala qataadatu qataada wuxuu yihi khalaqa allahu قتد من دعامة السدوسي ومعنها من تابعية إنك التابعية قاوة حولي
خلق الله إلهي هو أبوري هذه النجوم حدقها هو أبوري لثلاث صدح هو أبوري صدح الرموت أم صدح فائده أم صدح مصلحه هو أبوري ميدك ونحو زينة للسماء يعني إلي السماء قرص النغلا ورجوما زينة للسماء وحوه أبوري قرح إلي السماء النغلا هي ورجوما إن الغقنا للشياطين شياطين إن الغقنا هي وعلامات علامين إلي النغلان علامين سيفتدى بها لغوها نونه شيتك الغقر فمن تأول روحي قل لي حيامك فيها حدقها لحظة غير ذلك الصدح لأوحى لهين أخطاء وقفي وأضاع وثن ضيعي نصيبه قبل كيسي آخر وثن كل هاي النصيب كيسي نواب ضيعي وكلف وثن اسكم شقي ما لا علم له به وثن سنقول لهين وثن سنقول لهين يعني هو اللعلعي أو اسكم شقي أو اسكم لبي انت موحى لك غارني قرآن لك غارني صدح لاس او شيغي قسادة صدح لبا قرآن كالشيغي حاجة زينة ده. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح صابيح حدقه سماء وصوك وحنكو قرحيني حدقه حنكو قرحيني بالله سبحانه وتعالى معنى غلبات او رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وانك سوى مرنا الشياطين نتيس دنفو الفولان يي وحيالها الهي حكمي ملايك كشا كيسانيس ولين عندهم كسوك قارن يي صاحبا مركو حلوه قرعا ومدافع لي صواريخ لي للدع لها شيادين تلوص وقراء لها ويمان ولو قراء وعلامات يهتدى بها ايضنا قرآن كشيغيو وعلامات وبالنجم هم يهتدون الله سبحانه وتعالى وكيف حدقها تكوها ممتان خاصة وايه علم قبضه اسك بدائي قاها وحا اي دومو كوكال السعودين بوحا يعني علم قا حدقوها تقريبا دكا سيدوك لسلوغين هاي لبتا markii ay jidka ka habaaban xidigaha inta badan la adeegsadaa maxra marka inta ba quraanka sheegay inta wax ka badan laakiin ruuxa uu isticmaalay oo yiraahday dulkay maamulaan oo wax ka sameeyaan waxba kama jiro leh ruuxaas waa ruux gafay oo khaldamay oo nasiibkiisa aqrabay ay oo wuxuu san cilmi u lahayn laayuu qala wuxuu qatadatu khalaqa allah qada qatadatu qatada wuxuu خلق الله إله وهو أبوري هذه النجوم حدقها هو أبوري لثلاث صدح الرماد هو أبوري الرماد فربنا إله هو أبوري سبحانه وتعالى لكن إنك أهان إنك على قبع إنك لا وإنك زينة هو أبوري قرح للسماء السماء إلى قرح النقط ورجوما يؤل غقنا للشياطين الشياطين تلغقنا سماء الغد دفاع وشياطين تلغق الدفاع معنا وعلامات على مؤنك سيهتدى بها لغهنونه وأستامه لغوغة الجهة لغوغة معنى وحوه لغهنونه ومركز هبوضه شيتك لغو أقوصده فمن تأول منك كل يحصده فيها حدقها تحدث غير ذلك انت وحنهين أخطاء واقفي وأضاع وحو ضيع نصيبه آخر وحو كلها نوو ضيعي عيلي وقالوا لي روحي إلى حدقها هذيك سنة ومركة علم الغيب كوغان وقالوا لي هدو قالوا لنا نصيب كيسي أخر واضي يعني نكي إلى هذا حدقوه وكل خيستامين كله إنه الرب يكينا نعم الضوائي ليه كينا نعم يعني وحيالا ما عصر كالأرمينا يسونا وقالوا لي روح قالوا لنا نصيب كيسي أخر واضي يعني وكلف وحو اسكو كلفي أو اسكو مشاقي أو اسكو لبي ما شيء لا علم وحقونا لو يسمع إلى أسرنا نبيه شيئا وحسن أقول الله إنا وإسكو كلفي ومعناها علم الغيب إنه أقاذاء علم الغيب إله بقرى سبحانه وتعالى شيد معناها اللغو قرى كرى مفرى مفرى شيد كان وحي قرى هاي المعنى وعن أبي موسى أبي موسى على ورنة قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحول ثلاثة صدح لا يدخلون الجنة جنة مقليان مدمن الخمر خمرة الروح الدائمة ومصدق بالسحر سحر الروح الرمية وقاطع الرحم هي قرابة قويس صدح لها من نجة النظر مقره رواه حوالي حديث أحمد وابن حبان في صحيح يقوي حديث هو ضعيف سند كيس وحا كسر إلى أبو الحريز
عبد الله بن حسين صدوق يخطي وانا مذكر له لكن هو قفا ان كان مركز سند في سكوشيرا متابعنا ملك شواهدنا ملك سيدا درادت بحديثك يا لو ضعيفي ضعيف الجامع الصغير ك ايو الشيخ ناصر الدين الالباني كسار اوريي حديثك مركز عليه هي صدح روح شنب مقلان رواميتك خمرات دائمة مد من قوحة لذا روح خمرات دائمة ادو عبه شنب مقلان شنب مقلان معنى الروح هو هدو حلاشدو هدو حلاشدو شنب قلي مايب حي لو قال هدو صل حلاشنين لكن سبو ساكو عبه يوكو قيريو دنا ومسلم شنب مقلان وحلقه ولا مكة وحلقه ولا شنب مقلان dadka horeey jannada galay la gali maayo gadaal dambe haduu gala xataa gadaal dambe marna soo ciqaabay oo la soo dhibay oo naarta la soo geeyay markaan buu iimaani saas iimaana wa musaddiq bil sihr ninka labadna waa ninka sihirka rooyisan usay inda ka bunnamiya ha wa kariha qatadatu qatada wuxuu lacabay wuxuu karaystay تعلم منازل القمر منازل القمر قمر كماها او فريستو او دغو برشدوده ايو كراهيستي ولم يرخص مو صنبنين سدو كلا ارينتا ابن عيينه سفيان بن عيينه مو صنبنين فيه ارينكا برشديس ذكره وحا شيغي هادلكا اسغا حرب ايا شيغي عنهما قتاده ابن عيينه وحا كشغي هادلكا حربي يعني حرب قالت حرب إسماعيل بل إلى الكرماني وأرضلي إمام أحمد من كم دوي بل رجل هو من أبو كم دي من كاسا مركز الشيء لبنه ورخص واحد بن نيسي في التعلم المنازل بيث ما لها أود وبرشره هذا واحد بن نيسي أحمد وأحمد باب بن نيسي وإسحاق إسحاق باب بن نيسي يعني قتادة ابن عيون لمضب واتيلين كان هذا هو النبي صامر نيسي الكراهة عند السلف وحلقوا ذا كراهة التحريم سلاسي أبرنا ينستعمال كذا لكن الكراهة عند المتأخرين وحويان وكراهة التنزيه خلاف الأولى مثل اللي يدهده بمعنى مركا وحرمي كذا قتاده وديري كذا من عيينة صفيان بايساقنا اللمده لكن إمام أحمد إسحاق لما هو حلقته التبيع ليس الشيغي إلي إيهو أي بنين كذا نوري كذا لبما له برشدة علمي حديقه marka cilmiga xidigaha ee la baranayo waxa lagu kala awilayaa kan ay ay macnaha ogolay axmed iyo isxaaq ay leeyihiin waa banaaya walidka aan shirki ugu dhex jirin shirku ugu dhex jirin macnaha yaani 82 boos buu yu daga macnaha een yu leeyahay bay 82 ka mid walba xidigaha ku aadan soo bax marka malaasisha barashadooda oo la iska barto أما الله برتوى إن مصالح الدنيا لغو عليك أما مصالح الدينية لغو عليك فهذه لبما له وعلى ميزة أحمد وإسحاق قال الله لكن إن الله برتوى إن حديقه أي كل كسامين كليين وحيالها بعي يو أي صغير يال أما السبب بقويهين قابتا إن الله برتوى يعني تاسو يميد أي كراهي سنة أما حرم يال يعني قتادة ابن عيينة إيه الرجل وفعلا فا إن الله قلقاته أي في عن طيب وعن موسى قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري ثلاثة صدح لا يدخل الجنة جنبا مقلا مدمن الخمر منك خمرة دائمة ومصدق بالسحر يعني منك السحر كالرمية منك السحر كالرمية حديث بن ضعيف يا شاقنا سنة كي صعدة كجه سنوين الشاقنا عبد الله بن حسين باكجه مصدق بالسحر لا وحى على قولة وأنا ماشي حديث كي لقد لشاني علمي السحر كه روحي الرمياي شنب مقلم حيلو قالوا به من صمر لي أم حاد سحر يحدق يعني علمي يحدقها قال قالي لأن علمي يحدقها كل حشرني سحر مينا كل حشرن محلو شاهد كنا واحد من الحديث هو مصدق بالسحر ده واحد معنى واحد يلود لشنية وإن صمر لي الحديث بين كل صمر لي إن علمي يحدقوه وياه نوع سحر كامل طبعا وكان صمر لمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر مركا حديك سيغا علم الحديكوه وقيت سحر كتمه سحر تي او اي قيتا في كتر تنينك الرميانة
macnaha wax weeye jannada ma gelayo ka saddexaadna waa qaraabo goyska wey fihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koowaad waxa weye alxikmatu xikmadda iyo ujeedada fii khalqi nujuum xidigaha abuuristooda ujeedada ku dhex jirta xikmadda ku dhex jirta yani saddex baa loo abuuray waa yani qataada noo soo sheegay الثانية مثل هذا لوحو اللوان يحوي الرد إن الرديو على من ضد إن الرديو عدة الزعم شيء غير ذلك أنت وحنايد صدح لا وح كبض الوح الروح يحدقها كل شيء أما كشيء قال كأصل للرديو والوجود دي لوح شيء جاي أيان يدنا صبر النيد طيب الثالثة مثل هذا صدح لوحو ذكر الخلاف خلاف كي أول الشيء ولا سكوك خلاف فيه علم سكوك خلاف فيه في تعلم المنازل manaazisha iyo boosaska uu xidiguhu degaan ama bayta dego barashadooda ma banaadani kuma banaana in la isku khilaafsan yahay ayaan soo sheegnay culimadu isku khilaafsan yihiin arabicatu mid afraad waxa weeye alwaciidu goodig iyo hanjabaad loo hanjabo fiiman cid dhexdii ciddaasoo sadaqa yani goodigaasoo fiiman cid dhexdii ahaaday ciddaasoo sadaqa rumay bishay wuxuun oo mina sixir sixir kamid ولو عرف هذا قرط أنه شيء قال في بعض الأمنيه حتى هذا قرن يسأله سين بعض يحبك كثير لكن هذا ما يسوق قلبك كشط يعني واحد ويان جود جواب ما يستع وين هذا إن شنو ذكرين معنا بحيلي هذا قال بعض الأمور ما يسلو لكن مو شيء سجى أو مو شيء سنة سياسات كأسس إنه صحيح أو قلبك كشط يساي ضد كيف كل في جلين يساي إنه معنا سحر كبرتان أما السحر ما يوصل معنا صار درجة حتى أبو كعر يعني لو بهي هنا من أنت هكوا قاصنيني هنا من رجالنتو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع وعباب هي وحي كيني في الاستسقاء رب طلبك بالأنواع الحديقة اللي هو رب طلبه الاستسقاء وحلى ضرب السقيا يعني رب لا طلبوي والله عطسه حديقة اللي هو رب طلبه أو إله الرب اللي هو يديسته أما إيه قبل رب اللي هو يديسته قاتل كهلايا waxa laga wada yani laba mid in oo xidigaha laftiisa roob la weydiisto oo la yidhaahdo matalan xidig hebelow la waraabi kaasi inuu gaalnimo yahay ama ictiqaadka noocaas ama hadalka noocaas shaki malakaas murakaba joogo islaamka lagaga bixi ama ma ahee roobkii yimid ee u da-ay addoommada dhulka ku daay in la xidigaha loo tiriyo oo la yiraahdo xal roob daayo yani waxa wax xidigeebil iyo xidigeebil baa wada joogay saasuna roobku ku yimid taas bay macnaa taasina iyaduna waa shirki oo ilaahay in aad lala maamulo kownkiisa oo roobka lala keeno oo cid kale ay u taliso oo yaa ka soo baxaysa meeshaas yani waxa wax shirku fi rububiyya waay haddii intaa midna aynan ahayn laakiin ruuxa uu urran urrumeeyo xidigahani inay sabab u yihiin roobka imaanshihiis oo kala tagoodi isu imaadkooda uu sabab yahay saa hadduu urrumeeyana waa shirki yar waay shirkigii asgarka ahaa wey laakiin dunuubta waaweyn ku jiray bal dunuubta kale ugu weynaa islaamada lagaga bixmaayo laakiin ruuxa iimaankiisa iyo tawxiidkiisa dhaawacmay maana saas wey maxay ilaahay sabab ugama dhigin subxaana watacaala sabab ugama dhigin boqol goor baa intay isu yimaadaan oo soo baxaan oo dhacaan oo kala tagaan ayaa haddana wax roob uusan da-ayn marka waxba sabab uma ah calaa qalas lama leh roobka macna waa un mabda jaahiliyadii laga soo guuriyey baabu maa jaa wixii baabu yahay fi listisqa roob dalab wixii ku yimid bil anwaa'i xidigaha lagu roob dalbo wixii kusoo arooray oo nusuus iyo goodi ah ayuu baab u yahay ayib wa qawli illahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay uu yidhi watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun yani aayada iyagoo dhamaystiran aayadan aayadaha ka horreeya macnaheeda cadaynaya ayay gadaal loo iman doonaan watajcaluuna war ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiina waa shukrigii waay mahadnaqii la idinka baahnaa miyaad waxaad ka dhigaysaan annakum idinku tukadibuuna inaad deenisaan yani risqigii laydin siiyey ma waxaad mahadnaq uga dhigteen inaad deenisaan risqigaasi labo macnoba waa suurtagal risqiga in laga wado risqul cilmi oo qur-aanka ah maxaa yeelay sidaasaad mudasiyaaqa markaad fiiriso aayadihii ka horreeyey qur-aanka laga hadlayay falaa uqsimu bimawaaqici nujuum
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. مرك القرآن بلغت هالي رزقي يعني مرك والرزق العلمي هو قرآن كيوي ورم قرآن كاللي ينسيه ما هبنق الله إذن كبهنا بعد ما هبنقي سي واحد كبكتين إن أبدي نسان فاسوا معنى معنى الله بادي وحوي معنى مرك الله مرو باب كنا على قل ولا لكن وصل على قل يا آيات باب كنا على قل يا لنا مرك الرزق كاللي قده روبكي روبكي سوى ذا كيمت ما حين نقول إذا مرك ما رزقي اللي ينسيه روبك أها شكري جيسي يا مهدنتي لو بهنا ميابا تخدك تنين الدينيسان والروب كبينين تيسمتين يا قرآن كبينين تيسكرني بينين تروب كوحوه إلا إلا هذا حدك هبل بان نسيه إيا حدك هبل بان يمين هبل بان سوى تغيو ساسان كوه اللي والإله إذا إذن سيه مهدنتي اللي ينكب بهنا لو حاك تخدك تنين إلا حدك تيسان بروبك إله إذن سيه سبحانه وتعالى حدك هلا نصير إذن وتجعلون واحد يلسان رزقكم رزقيني يعني رزقي إنه على جوله شكر رزقكم وان رزقي اللي ينسيه ما هنقيس ما واحد كذبتن أنكم إذا كنتم تكذبون إلى الدينسان إلى الدينسانو عبد مخلوقات إله أطير رسال إله ينسينا إسيينا أتجرم مرسال مصاصة كذبتن والمعنى والودي ده أرن جالس جا وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المفسرين تمر بحيوب بدينه القرآن كلا جدوا ساس أوب بدينه معنا من عباس بلكين مريا من رزقي المبر كلا جدوا الروك كلا جدوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري أربع أفر وفي أمتي أمتي إذا بحر بقى هذه من أمر الجاهلية جاهلية أرمي هذه أي كدم بيان لا يتركونهن كنتج مايا دين مايا كما يحوي الفخر فان بالأحساب نصبك إن ليسه فان والطعن يضرد يوحك شيقد في الأنصاب نصب يضع يضرب والاستفقاء رويديسي بالنجوم حدقها إن الغرب دلبه والنياحة يبررت ميتك لا بررت انت أصبع وأرميه جاهلية يعني أفرت الأرموت يا أرمك لا تؤ أنت كبر نبى وعندك وشيء صلى الله عليه وسلم إن هرت كسر كدم بيان جاهلية أمته إسلام ككوري مبادئه دي جاهلية جهاب كدم بيسع وأفر أرموت مرك الله أمتني دين ميس كتير ما يات يعني أمت ضد الله جموع ذي حبي قلقتك تحت قارم به الدولي أو كل جن أما جهل بأوجين هي علم أميله أما علمي وأولي هنا وكسبي أولي لي يعني معنى كتك مايان ومدني ومدني كتك ميس ساس ونبي وشريه صلى الله عليه وسلم عليه أرمان في مركة وحيين يعني وأنا أقول أرمان جاهلية وي هدي لي لذا شيء يعني والجاهلي جاهلي وحا لقوة ذا بلشدي إسلام ككور رسي انت النبي حمد صوتي صلى الله عليه وسلم عليه لقم مدى دي بعد يلي لها ذا أمور جاهلية لها مر هدي جاهلي شيء الله تيرينا مبنى نوي معنى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ما قمضوا ذي أخلاق ذي حميدي مبادئ ذي حميدي النبي كو خلافي دين تكو خلافي تاسا معناها لقولا طيب تكو بعد مكة وحوية الفخر بالأحساب فخر بالأحساب حسب كوحل لنا شرفك انت بدنكي ماذا آبياشا اي أووغ اي حاجة كاسو قالا او يذا اي آبياشا اي وحوغا شرف لها شرفك تا مكة وحل لنا حسب كلا بحك كاس او مركا اللي يسوقو فارو وإذا نجا ريه بالكفي عن نجا معنا واحد كتقو سن نجا كان لها الغيري سن نجا كان أكاوي معنا طلباتنا واحد ويان بحاجة الإله سبحانه وتعالى ميزانك لغوك لفي عينها كبوسا بجن شرف أو يا أبكا سوكاني لكن ميزانك إله أكتس لغوك لفي عينها والتقوى اللي عاصيوي روح من روح إله الدين كيسا أقدو يهي يكفي عينه أما أبويدي أبيه هو سيئن أما هسرين ميزانك قوي ميزانك مالك شرعي أنك انتو دبا قديو وحكا لميزانك لغا وأبدو مدي ميزانك كوكا لفاراي شرعي ديبو معنى وحوه بدلي شرعي ديبو بدلي مالك معنى وحوه بقعي
dadka haddu masalan la liido oo kaleeto ruuxu marba hadduu nasab sheegto abtirsado abtirsigiisaasi lama farigelin kariyo waa loo nabadgelin sidiisaa loogu dayn laakiin been buu sheegahayaa iyo xaggu ka yimid iyo kan iyo waa kala go-an yahay iyo waxaabdi wax jira ma ah saasaa loogu nabadgelinayaa macna maxaa yeelay yani iyaduna arrintii arrimaha jaahiligii ka mid tahayo bal nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh abu dar ninka la yidhahda saxaabadiisa ka mid aha yaa maalin maalmaha ka mida nin buu wax ka sheegay hooyadaabaa madoobayd buu ku yidhi hooyadaadii madoobayd markaasuu nabigu wuxuu ku yihi salawatullahi wasalaamu caleyh acayartahu biummihi yaa aba dar abu darow ma hooyadii baad ku ceebaysay innaka mru-un fiika jaahiliya waxaad tahay ruux jaahiliyadii wax kaga dambeeyaan falu fiirs hooyadaabaa madoobay reerkiinaa san haddaad tidhahda ka war ama aad tidhaahdo macnaha waxa weye ibra tidhaahdo ama midka tidhaahdo ama tumaalo tidhaahdo ood ku yasta ka war ummado dhan oo ilaahay abuurtay subxaana wa tacala waxaad la dheertahay inaynaysan jirin hal ruux oo wax ka sheegay hooyadaabaa madow midabkeeda uu ku sheegay yuu nabigulahi sal alay waslam jaahiliya kugu jirta saas weeye marba haddii muslimiin la yahay waxba laslama dheer alla ka cabsiiyo diinta ku dhaqankeedii uu adeegideeda ilaahay agtiisa lagu kala fiican yahay wax kale lagu kala fiican yahay aba yaraatay ma jirto bal nabigu sal alay waslam dadka mabaadi'daa wata wuxuu ku sheegay xadiidka saxiixa war waxaa iska daayi waxa waa daynaysaan faankii iyo kibirkii iyo islaweynankii iyo qabkii jaahiliyada iyo awowyadoo laysugu faanayo aabayaasha taa daayo dadku waa uun mu'min ilaahay ka cabsanaya iyo faajir ilaahay xadhigiisa gooyey labadaa unbaa miisaanku labadaa wax ka dhexeeya laakiin ma jiro yani idinkuna aadam baa idin dhalay aadamna caraa laga abuuray arrimaha marka waa daynaysaan oo rag naarka ku jira oo naarka ku dhexilooyey waa awowyadaad ku faanaysaan ku faanidooda waad joojinaysaan haddii kale ilaahay agtiisa xarwalwaalka waad ka liidanaysaan buu nabigu yuhi salawatullahi wasalaamu caleyh marka waxaasa laga xoroobo mabda xataa dad quman oo macnaha islaamka iskaba daayay xataa gaaladiibaa intay ka quusteen bay iskaga tageen nimanka ree yurub la yidhahda wax qabiil la yidhahda ma yaqaanaan qabiilka samaantiisi iyo xumaantiisi waa ka tageen inagu laakiin halaga watago malihine samaantiisii sharcigu ugu talagalay iyo wanaagiisiina ha loo isticmaalo xumaantiisana ha laga tago saas wey macna sidaas wey midda kaleeta waxa weeyaan oo baabkankadaasa meesha loogu wateenay xadiidka ah waa in xidigaha roob lagu dalbo oo iyagaa la weydiista lafahooda ama ma ahe yacni la yidhaahdaba iyagaa keeno iyagaa sabab u ah macnaha ilaahay sabab uu uga dhigay labadaaba yani waxa weeyaan way ku imaanaysa ta afraadna waxa weeye masalada afraad ee nabigu sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh anniyaaxa waa baroorta wey niyaaxadu meydku markuu dhinto haweenku u baroortaan baa la yidhahda loo ooyo midaasina iyaduna ma banaana maxaa yeelay yani waxba u kordhin mayso kan loo barooranahayana cadaab iyo dhibin ba usoo jeeday hadduu raalli ka ahaa tan barooranaysa ooyeysana ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisay ka cadhaysantay sidaas ilalalahay baa waxa la xugmiyay subxaana wa tacaala marka waa caro in la sabraa loo baahnaa ta kale dadkiibay murug iyo walbahaar ku kicinaysaa tan barooranaysa ooyeysa afka kala jiidaysa macna marka waxyaalahaas oo dhan baa loo ogoleen waa in la sabraa la rabaa macna waxaa la ogol yahay keliyad haddii meesha uu macnaha ruux baxo oo uu geeriyoodo ishu way ilmayn kartaa qalbiguna waa murgi karaa laakiin intaa ka badan maya saasuu nabigeenu leh salawatullahi wasalaamu caleyh hada afka iyo adinkaa la ilaalin laakiin qalbiga lama ilaalin karo ishana lama ilaalin karo saas bal naxariis bay kutusi labadaas siduu nabigeenu sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh wa qaala nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh annaa'ixatu haweenayda barooranaysaay idaa lam tatub haddayna tawbad keenin qabla mawtiha intaysan dhimanin tuqaamu waa la istaajin yowma alqiyaamati maalintii qiyaamadaa lasoo istaajin walxaal calayha dusheeda uu yahay sirbaalun maro weyn oo jirkeeda wada gaadhaysa min qatiraanin oo daamur ah wa dircun iyo dinic oo min jarabin cadha ah hadday toobad keeni weydo intay adduunka joogto oo ku geeriyoodo iyadoo barooran jirtay hadday saa ku geeriyoodo maalinta qiyaamadaa lasoo istaajinaya iyadoo maro weyn qabta oo jirkeeda wada gaadhaysa maradu waxay ka samaysan tahay yani baalkeeda ziftiga yani daamurkan laamiga la dhalaaliyey laami la dhalaaliyey oo karkaraya yay maradu ka samaysan tahay iyo sidoo kaleeto direc cadha ah yani jirkeeda wuxuu u googo'ayaa jirkeeda dhan baa waxaa loo googoynaya sida cadhadu jirka u googoyso oo kaleeto markaasaa waxay noqonaysaa cadhadii sidii mare ay xidhanta oo kale ayadoo jirku saa u googo-an yahay ayaa haddana daamur karaya yaa loo gelinay macna marka waa ciqaab meesha ugu dambeysay wey
innagana way inoo saalan tahay ninka loo barooranin iyo macnaha wax weeye haweenkii aan barooranin haddii macnaha wax weeye meed meesha yimaadaba waxba mayna qabanin wey macnaha aad bay u saalan tahay in macnaha wax weye layska baroorto oo layska ooyo macna. Waqaala nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh, annaa'ixatu haweeneyda barooranaysa ooyeysahay idaa lam tatub haddayna tawbad keenin qabla mawtiha intaysan geeriyoonin tuqaamu waa la istaajin waa lasoo istaajiyey walqiyaamati maalinta qiyaamada walxaal calayha dusheeda uu yahay sirbaalun maro weyn oo min qatiraanin daamur ah daamur la karkariyey ah wa dircun iyo dirac oo min jarabin cadha ah jirkeeda macnaha googo-ayo sida cadhadu jirka u googoysa oo kale ayay u googo-aysaa marka waxaa saalan way danqan yani adigoo aan macnaha daaburba laguga dab lagu taabsiininba ayaa marka jirkaaga cadha haysasa haddii lagu taabtan waad ka danqan marka haddii dab dusha lagaasii saarana waa kasii gadisantaa maana waa kasii xajirtaa. ولهما وحاسبناه يعني البخاري يا مسلم عن زيد بن خالد الحكورن رضي الله عنه قال وحوري صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا نتوجيه صلاه الصبح والنبي قلنا نتوجيه بالحديبيه مش حديبيه ليله حديبيه جدا ودوده جدا اكثر واحد طيب على اثر سماء روب قداشي والنبي قلنا نتوجيه روب كاسو كارب هيد من الليل هذين حليته الروب داعي salaadii subax la tujiyey nabigu salawaatu allahi wasalaamu alayhi roobkii dhul ka qoyan falamma insarafa markuu nabigu soo gadoonay oo salaada ka soo gadoonay ayuu aqbala kusoo jeesaday cala naasi dadka kusoo jeesaday salaadii markuu ka baxay yuu dadka wejiga soo siiyey sida caadadiisa ahaan jirtay faqaala nabigu wuxuu yihi salawaatu allahi wasalaamu calayh hal tadruuna ma ogtihiin dadyow maadaa qaala waxa uu yidhi rabbukum rabbigiin wuxuu xalay ku hadlay ma ogtihiina mala socotaa qaaluu waxay dhahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanay waxba kama ogid. qaala wuxuu yihi nabigu sal alay wasalam qaala rabbigii wuxuu yihi dadow asbaxa waxaa waa beriistay min cibaadii addoommadayda xaal uu ka mid yahay mu'minun mid i rumeeyey bii aniga wa kaafirun iyo mid igu gaaloobay addoommadaydii xalay bariyey laba qaybood mid bay ahaayeen qolo aniga i rumeeyey iyo qolo igu gaalowday ayib fa amaa man qaala ciddii tidhi muqirna waa nala roobeeyey oo roob baa nala siiyey bifadli illahi ilaahay siismadiisa iyo ziyaadadiisa waraxmati iyo naxariistiisa darteed baa roob na lagu siiyey na lagu waraabiyey hadalkaa ruuxii ku hadlay oo caqiideeyey oo qalbiga geliyey fadalika midkaasi mu'minun bi anuu i rumeeyey wa kaafirun wuxuu ku gaaloobay bilkawkabi xidigana waa ku gaaloobay. dadku laba qaybood bay noqdeen roobku markuu soo da-ay qolo waxay yidhahdeen war waxaan ilaahay baa na siiyey oo waa fadli iyo dheeraad ilaahay na siiyey oo rabbigaa subxaanahu watacaala siyaadan nala damcay oo isagaa nagu tafadulay qoladaasi waa mu'miniin ilaahay bay rumeeyeen xidigahana waa ku gaaloobeen. ayib wa amaa man qaala ruuxii yidhi mudirna waana la roobeeyey binawin kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel baa nalagu roobeeyey oo roobka nalagu siiyey fadalika midkaasi kaafirun bi wuu igu gaaloobay buu alla yidhi mu'minu wuxuu rumeeyey bilkawkabi xidigu rumeeyey yani nicmo ilaahay markay timaado addoommada loo nimeeyo dadku saa un bay ugu qaybsamayaan qolo waa ku gaaloobayaan qolona ilaahay bay ku baranayaan subxaana watacaala way ka mahadcelinayaan. marka roobka iyo waxyaalaha dhacayo oo loo tiiriyo xidigaha loo tiiriyo inay gaalnimo tahay ba xadiidku tusayaan xataa sabab bay u yihiin lama dhihi karay maxaa yeelay sharcigu ma sheegin inay roobka imaanshihiis ay sabab u yihiin macna tajribana laguma ogaanin inay sabab u yihiin waa ilaahi subxaana watacala makhluuqaadka uu abuuray meesha iska socda marka rabbi baa subxaana watacaala waxan keeno oo maamula saas wey. waxaa la mida yacni in la yidhaahdo xidig hebel iyo xidig hebel baa wada joogo caawa oo kaleeto guurkii dhacay dhibkaasuu leeyahay caawa oo kale ilmihii uur galay dhibkaasuu leeyahay caawa oo kale safartii iyo socdaalkii la galay dhibkaasaa ka dhalan yacni waxa weeye in xidigaha lagu xidhiidhiyo waxyaalaha dhulka ka dhacay taasi wey macnaha midda la tilmaamayo gaalnimo wey macna ayib xadiidku marka saasuu inoo sheegaya wuxuu ina barayaa wax walbo ilaahay macnaha dhulka ka dhacaayay oo ilaahay na siiyo subxaana watacaala inaan ilaahay u tiirino oon ilaahay ku aqoonsano subxaana watacaala oo makhluuqaadkiisa aan garab marino aynan marnaba makhluuqa u tiirinin. walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can zayd ibni khaalid waxay ka warinayaan qaala wuxuu yidhi sallaa lanaa rasuulullahi sal alay slam lanaadaa waxaa laga wadaa sallaa bina nabigaana tujiyey salaata subxi salaadii subax buu na tujiyey bilxudaybiyati meesha xudaybiya laaduu nagu tujiyey xudaybiya yani waa meel taqriiban markuu nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi uusii socday cumrada cumradii laga soo diiday laga soo celiyey meeshuu degay wey macna waa ceel
على إثر سماء سماء ذا وحلقة ولا الرب على إثر سماء رب قداشي هي الرب كيف نغتكي رب كاسو كان بهيد من الليل حلق حال الرب ده أي وملك قوي الرئيس يعني أي النبي قلنا تكي صلاة الصلاح صلى الله عليه وسلم عليك. فلما انصرف مركو النبي سوق قدومي وصلاة كبحي أقبل على الناس ذاتكو كسو كيسري فقال وحوري أتدرون ما أبتين ماذا قال ربكم ربكم وحوري سؤال شاتي وشداد وحواي ذاتك مركا سؤال لو يديه قلبي قولها براروغا حتى ما يعاق هديل هو يديه حداد سهلمان صنيد مركا بوات براروغي بوات سوق كيسن مركا سؤال شو النبي وثقو كيسن يا إني سوق كيسن براروغا مركا براروغا بو مركا أشيكي معنا قالوا وحي لذين الله ورسوله أعلم إلهي رسول كتابك ليس كما تشيره وحي إلى صحيح لما أنه إلهي ذا اللوت دايا الله قرمبا لإله سأسوا إلى من غني إلى السنين كتصيصة قال وحي قال ربي وحي قال النبي إنه وحي صلى الله وسلم عليه قال ألا وحي أصبح وحا وبرث من عبادي أضمد إذا حال أكمده مؤمن مدرني بأنه إرمي وكافر مدرني قالوا بي فأما من قال عديري مطرنا وانا للرومي بفضل الله ورحمته إله الفضل كيسي الحديث كي صدرت أبنا لقول الرومي ويعيدك للروب كالنسيس يا مصطبو أم مجرته روحي سيدايري فذلك مثل مؤمن بي أنو إرومي وكافر وحكو قالوا في الكوكب حدك حدك يحي لقال رومي سنانا وقو قالوا بي إلا حدك إلا وحكينا روح ما مولان بي رومي سنانا وأما من قال روحي سيدي مطرنا وانا للرومي بنوء كذا وكذا حدك هيري حدك هيري بنا لقول الرومي idigeeyay xidigeeyay baasi yimido wada fadhiyo ayaga roobka keenay sabab ay u yihiin waxa soo way ninki saa yiraahdana fadaalika kaasi kaatiirum bi oo igu galoobay oo waxaan dhixiyay cid kale sii mu'minu wuxuu rumeyay bil kawkab xidig u rumeyay xidigu ilaahnimo u rumeyay inuu wax keenay u rumeyay anigi wax dhixiyayna oo igu garamariyay waxa dhixiyay shukrigeedii iyo aqoonsigeediiba oo ila garam maray saxii macna marka waxa jeesarnimo meesha ugu dambeysay darnimayo awal xumaanashii ugu dambeysay way ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu bixiyay oo makhluuqaad iska jamaadaad oo iska socdo waxba aan kula dheereen aad siiso ama u ciqaadisay yani waxa uu waxaan meesha ugu dambeysay way maana bay walahuma waxa uu sugnaaday min xadiith ibn abbas xadiith ibn abbas xaal uu kamid yahay macnaahu xadiith ka hore la macna xadiith ka hore la macna wasiiy xadiith ka dambeey ibn abdullah ibn abbas uu wariyay waxa ku jira قال بعضهم قاطد وحيدا ولهما ما فينا ليه بخاري ومسلمين ورين مسلم كريا ولي حديثك ولوضع موضع تيرين يا بعنا في وفيه حديث كان بنده وحا كسر ورين عبد الله ورين عبد الله بن عباس ورين ايه قال بعضهم قاطد وحيدا لهم قولي لقد صدق رمبو شيئي لو كذا وكذا حدك هبل هي حدك هبل رمبو شيئي تعنا وحاو يبلان في قابل ويكسر بحيوه معنا للعادي وحاء يحدق هبل يحدق هبل بدي يصير ما دار أنا يحدق هبل بقى أنا يحدق هبل صبر فراب بعد يدي شيء أما الضبيلة يفكر وهي أي أركي شيرين الضبيلة أما الربع مرت أركان يا وحي أرنا على له الرمبوش هذا وبلمت زواج صبر حي أول جيوش اللي هو قانون سمي ساس أرنا يا معنا طيب فأنزل الله إله إذا مركب حسودك هذه الآيات آية لها لو مركب حسودك فلا أقسم وأن ترمب الليل بمواقع النجوم حدقوه ميلاه دعام بانكو قارن وإنه إستغنى بارتننا لقسم داروي لو تعلمون هذا أفته عظيم أوين وداروين بارتنكو دارن إنه كان لقرآن القرآن كريم أول أكسن شيء اللي قدارن يوي في كتاب كتاب بولكويا لا ونحديث كتلا كتاب كسو مكنون لإلاليه لا يمسه مطهرنا يا كتابك الا الهي الا المطهرون كل الذي فيه او الطاهرين مويه عيد كلا تاون مس تنزيل سودكي ويا كتابك من رب العالمين انك رب الحج سالك سودكي هذا بهذا الحديث مشاكبا يا قران كان بعد مركا انتم ايدينكم مدهنون فدوبي سلسا ودوني سا وتجعلوا لما واحد يرسان رزقكم رزقي نيلي فيه awalkii laga loo baahnaa iyo shukriga la yinka baahnaa ma waxaad ka dhigaysaan annagu idinku tukadibuna inaad beenisaan saasaa lagu yidhi macna ayad kan markaa sidii ibn abbas uu leeyahay waxay ku soo degeen oo yidiiyaan xidigaha dhacdooyinka dhulka loo tiirinayo iyagu inay sameeyeen yani loogu tiirinayo
taasu macna wax way diidan yahay oo mabdii jaahiliyadii hore ay rumaysnayd taasu diidan yahay macna laqad sabaqa law kada wa kada sidaasay ka wadaana soo sheegnay marka yacni fala uqsimu bimawaqi'i an-nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun kitabkaasi waa lawhul mahfuz maknuunkuna waxa weeye waa la ilaaliyey oo waxaa laga ilaaliyey inay u dhawaato waxaan ilaahay u talagalay subxaana wa tacaala wax walba laga dhowray kitaabka qur-aankana waxaa laga keena uu ku yaala lawhul maxfuudka laa yamasuhu ila almutaharuun waxaa raajixa tafaasiir badan baa ku jirta laakiin waxaa raajixa mutaharuunta waxaa laga wadaa waa malaa'igta kitaabka aan la taabanaynina waa lawhul maxfuudka sidaasay culimada tafsiirku u badan yihiin qaraa-in dhowraana ku tuusaysa arrinta iyada macna waxaa yaele qur-aanku isagaa isfasira aayad kale ilaahi subxaana watacaala waa kuoranaya biaydi safaratin kiraamin barara yani markii lawhul maxfuudka laga hadlay biaydi safara kiraamin barara ama qur-aanka laga hadlay marka yani gacmahoodu ku jira halkana waxaa la yidhi laa yamasuhu ila almutaharuun waxaa uun taabanaya malaa'igta marka mutaharuuntaasi waa malaa'igta aayaddaa kalaa ku tusiyo fi biaydi safaratin kiraamin barara midda labaad ee qariinaha iyagana malaa'igta in laga wada kutusaysa waxa weeye almutaharuuna baa la yidhi dad la nadiifiyey oo cidda la nadiifiyey ee tilmaanta iska leh ee ilaahay nadiifiyey waa malaa'igta wey makhluuqa intiisa kale isnadiifinta iyo isdhaqidda iyo xaggiisa ka imaan oo sababka xaggiisu ka imaan laakiin malaa'igta ilaahay baa hufay subxaana wa tacaala mutaharuun baa la yidhi ee mutahiruun lama dhihi taasina waa qariino kale wey qariinada yani waxa weeyaan kaleeta iyadana meesha ku jirta waxay tahay kitaabka ka horeeya fii kitaabi maknuunin taas yaa lawhul maxfuudka isagana laga wada intaasoo dhanba macnaha yaa loo deliishanaya in aan laga wado malaa'igta aysan ahayn yani binu aadamka saasayna mufasiriintu u badan yihiin macna xagga rabbi buu kasoo degay qur-aankani marka ma xadiidkan iyo warkan xagga ilaahay ka yimid baad fududaysanaysaano yani risqigii iyo shukrigii laydinka baahnaana waxaad ka dhigaysaan inaad beenisaan macnaha falaa uqsimu waan dhaaran buu alla yidhi subxaana watacaala bimawaaqici nujuum xiduduhu meelahay dhacaan iyo meelahay fadhiistaan baan ku dhaaran wa innahu isagu laqasamun dhaar weeye low taclamuuna haddaad ogtihiin cadiimun oo weyn waxaan ku dhaaranayaa innahu xidigahan ku dhaartay innahu kali la qur-aanun qur-aan weeye kariimun oo wanaagsan fii kitaabin lawhul maxfuud buu ku dhex jiraa maknuunin oo la ilaaliyey aan faraha lala geli karin laa yamasuhu ma taabanayo ila almutaharuuna kuwa la nadiifiyey oo malaa'ig ilaahay amooyey lawxul maxfuudka cid kaloo taaban karta ma jirto looma dhawaan karo macna tanziilun soo dejin weeye qur-aanku min rabbi alcaalamiina uunka rabbigood xaggiisa ayaa laga soo dejiyey xaggiisa ayuu ka yimide gabayna ma aha nebi maxamedna jeebkiisa kalama imaan cid kalena umaynan akhriyino umaynan meerinin ee xagga ilaahay buu kasoo degay afa bi hada alxadiid ma warkanaad marka antum idinku mudhinuuna aada fududaysanaysaan macnaha mudhinuuna mutahaawinu waay miyaad fududaysanaysaan oo markaad beeninaysaan ma hadalkan ilaahay baad fududaysanaysaan oo beeninaysaan oo watajcaluuna ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiinii yani risqa cilmiga risqi cilmi waxyigaa laga wadaa shukrigii loo baahnaa risqigan laydin siiyey shukrigiisii ma waxaad ka dhigaysaan annakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan ma beenin baad ku jawaabteen oo jawaabtiina waxay noqotay inaad beenisaan oo diidaan ilaahay kitaabku idinku soo dejiyey ee waxyiga ha macna fiihi masaa'il baabkan masaa'il baa ku sugan masaa'il al-ula masalada kumaani waxa wey tafsiiru aayati alwaaqica aayaddii kusoo orotay fi suurati alwaaqica oo la fasiro waa aayaddii ugu horreysay falaa uqsimu yani aayaddii ugu horreysay uguna dambeysay macnaha watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun aayaadkan ay ugu dambeysa laakiin baabku ku bilaabay sheekh oo igu horreysa maana athaaniyatu masalada labaad waxa weeye dikru alarbaci afartii oo la sheego allatii afartaasoo min amri aljaahiliyati jaahiliyada arrimaheedii ka mid oo afartii arrimoode aan soo marnay nasabkoo laysugu faalo iyo dadka nasabkiisa wax laga sheego iyo xidigahoo lagu roob dalbo iyo baroorta meydka loo baroorto athaaniyatu masalada saddexaad waxa weye dikru lkufri gaalnimo oo la sheego fii bacdihaa qaarkeed afartaa qaarkood inay gaalnima ku jirto lagu gaaloobayo la sheego yani xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mid ay kusoo aroortay isnaatani fi nnaasi humaa bihim kufrun laba arrimood oo dadku haystaan oo dadku ku dhaqmayaan
gaalnimaa ku sugan buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh. waxa weeyaan adacnu fi nasab wanniyaaxatu cala lmayit, muslima wariyay xadiidkaas. yani nasabka oo la duro wax laga sheego dadka nasabkiisa oo la yidhahdo waa nasab dhiman, iyo meydka oo loo baroorto oo dushiisa lagu ooyo markuu geeriyooda kadib, labada arrimoodba gaalnimaa ku sugan buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh. haddii la xalaashadana dee islaamka laga bixo waa gaalnimadii weyneyd, haddii aan la xalaashaninna waa kufrun duuna kufrino waa gaalnimadii yarayde ruux islaamku uusan kaga baxaynin, laakiin dembi weyn weye oo ilaahi subxaana watacaala toobad mey wax kale aanuusan ku dhaafin. araajicatu masalada afraadi waxa weeye ana min alkufri, gaalnimada waxaa ka mid a maa laa yukhriju, waxaan bixinaynin min almillati, islaamnimada aan ka saarin dad. yani gaalnimada sharciga gaalnimo badan baa kusoo aroortay, laakiin gaalnimo wax magac gaalnimo wada oo magac kufri wada oo magac shirki wata oo haddana islaamka lagaga baxaynin baa jir. waa shirkiga iyo kufriga ay culimmadu yidhahdaan kufrun duuna kufrin iyo shirkun duuna shirkin, ama afqarka ay yidhahdaan wey macna nusuus aada u fara badan baa macnaha kutusaysa. macna waxaana laga wadaa marka kufri lagu tilmaamayo ficilka aan islaamka lagaga baxayn haddana masalan waa gaalnimo, waxaa laga wadaa dadkaa laga didinaya, dadku inay ka cararaan baa la rabaa. midda labaad waa dhaqan gaalo wey, dhaqan gaala ninkii sameeyana iyaguu u ekaaday wey, islaamku iyuusan ka bixin haduu rabo, saa daraaddeed baa macnaha gaalnimo loogu tilmaamaya. alkhamisatu masalada shanaadi waxa weye qawluhu, yani fiqhiga iyo fahamka ruuxan qaadanin oo nusuusta saa u kala garanin, waxaa dhacaysa acmaal aan lagu gaaloobin inuu dadku gaalaysiiyo, saasaa dhacaysa. macnaha khalad badan baa imaan marka nusuusta mid walba mowqiciisi iyo meeshuu leey in la dhigo wey. macnaha alkhamisatu masalada shanaadi waxa weye qawluhu, odhaahdiisa uu nabigu yuri sal alay wasalam asbaxa alla uu yidhi qawluhu ilaahay odhaahdiisa uu yidhi asbaxa waa waabaysay min cibaadii addoommadeeda xaalay kamid yihiin mu'minun bii midii rumeeyey wa kaafiru mid gaaloobay bisababi nusuuli nicma, nicmadaa soo degtay daraaddeed iyo sababkeeda ay u qaysameen oo qaarna gaalo ku noqdeen qaarna muslimiin ko islaam ku noqdeen. wa ficlan saas wey, ilaahay hadduu hadda barwaaqo ina siiyo rag dadka dhaqaalo siiyo, dhaqaalaha qaarna ilaahay unbay ku aqoonsan oo hanuun iyo wanaag bay ka qaadi, qaarna markaa ubayba macnaha soo bilaabayaan inay fisqi iyo xumaan iyo fogaansho iyo balwad iyo halkaas ay u kacayaan. macnaha marka nicmo walbo ilaahay uu keenay, balwaaqo walba iyo xataa sharka, dadku way ku qaysamiyo qaarna way ku hagaagi qaarna way ku xumaanayaan. macnaha wanabluukum bisharri walkhayri fitna, saas wey. macnaha asaadisatu masalada lixaadi waxa weye atafatulu, in la fahmo liliimaani, iimaanka in la fahmo fi hada almowdici, meeshan meeshan markaan joogno oo xidigaha iyo laga hadlayo xadiidkan hadda soo marnay oo kale, iimaanku muxuu yahay waa in la fahmo. iimaanku waxa weeye nicmadii dhacday inaad ilaahay u tiiriso, fadliga ilaahay iyo naxariistiisa inaad u tiiriso wey iimaanku. macna asaabicatu masalada toddobaadna waxa weeye atafatulu, in la fahmo iyadana lilkufri, gaalnimada fii hada almowdic, meeshan iyo xadiidkan hadda aan soo maraynay gaalnimada lagu sheegay oo iyadana la fahmo. ma gaalnimadii islaamka lagaga baxay iyaga maya, haddii aanu ruuxu rumaysnayn xidiguhu iyaguba inay wax maamulayaan oy roobkan keeneen, uusan rumaysnayn in ay iyagu loo xil saaray, laakiin uu rumaysan yahay un inay sabab u yihiin waa shirkigii yaraa iyo gaalnimadii yarayd wey. macnaha sabab maxaa yeele waxaan sabab sharcigu ka dhigin tajribana aan lagu ogaan inay sabab tahay, haddaad sabaaru ictiqaadiisa waa gaalnimadii yarayd wey. macnaha shirkigii yaraa wa bay gaalnimada halkan marka waxaa laga wadaa roobkii iyo nicmadii ilaahay bixiyey oo xidigaha ama makhluuqaadka qaar ka mida loo tiiriyo, yani sheekhibil baatiyane oo kaleeto la yidhahdo kama gedisna xidigaha in loo tiiriyo iyo qubuurta oo loo tiiriyo dadka ku jiro la yidhaahdo sheekhibil baan xalayso macnaa shalayta samaynay, yani munaasabadiisii samaynayo hadda roobkan isagaa keenay, waa nafsa xidigihii meeshoodii wey. macna asaaminatu masalada sideed waxa weye atafatulu, in la fahmo liqawlihi, odhaahdiisa in la fahmo uu yidhi odhaahdooda ay yidhaahdeen laqad sadaqa naw-u kada wa kada, xidig hebel iyo xidig hebel ayaa ruux sheegay, saasay dhahayaan. macnaha waxa weeyaan ballanqaadkiisii buu fuliyey wey, markaa kadibna yacni ballanqaadkiisii waa ka ruux sheegay oo wuu noo fuliyey siday iyagu sheeganayaan, macnaha say iyagu leeyihiin ilan saasay qabaan. asaasicatu masalada sagaalaad waxa weye ikhraaju alcaalimi, ninka caalimka ah in uu bixiyo litacliimi, barid daraado dadka uu baraya inuu u bixiyo lilmas'alati almas'alata, mas'alada inuu soo saaro bilistifhaami, su-aal ahaan inuu ku soo saaro weydiin canha iyadoo wax layska weydiinay, yani waxa weye
ninka dadka wax barayay inuu sheegi uu dadka doonay inuu u sheego marka hore su'aal ahaan ugu dhex tuuro ayaa iyadana laga qaadanayaa inay banaanto oo maxaa uu ka doonayaa su'aasha muu isaga sheego su'aashu baraarujin baa laga wadaa in qalbigooda uu baraarujiyo uu soo jiito qalbigu markuu baraarugo isagoon weli aan dib u noqonin in marka uu soo jeeda in wixii la geliyo saasaa macnaha waxa ujeedadu ay tahay ayib ikhraaju alcaalimi ninkii caalimka ahaa inuu soo saaro litacliimi barid daraadeed dadka uu baraya almas'alata mas'aladii inuu soo saaro bilistifhaami yani ama litacliimi barid bilmas'alati mas'alada dadka uu barayo inuu soo saaro bilistifhaami weydiin iyo su-aal canha mas'alada xaggeeda wax layska weydiinayo liqowlihi ayaa laga qaadanaya nabigu odhaahdu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh atadruuna maada qaala rabbukum ma ogtihiin dadow rabbigiin wuxuu xalay yidhi rabbigiin wuxuu yidhi ma maqasheen allah warasuulu aclam wey markaas uu sheegay alcaashiratu mas'alada tobnaadi waxa weeye waciidu naa'ixati haweeneyda barooranaysa oo loo hanjabo loo goodiyo oo la yidhaahdo waa lagu cadaabi haddaad wax hanjoonji weyda macna هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال درسياني هلكاس أيوك أجيهي الله تبارك وتعالى وحن كبرينا إنو نقو أنفعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.